يعطيكم العافية حبايبي. اليوم بدنا نكمل مراجعة لإكسسوارات التصوير من شركة يولنزي، ورح نحكي بهذا الفيديو عن الإكسسوارات الخاصة بالماونتينج. إيش يعني كلمة ماونتينج؟ اللي هو طريقة تركيب كاميرا أو مايك أو إضاءة بغض النظر على أسطح غير عادية، غير الترايبود غير الستاند. فمثلا بدي أصور شوت على هاي المطرة والموديل عم بشرب منها، فبدي أركب كاميرا جو برو عليها، ما بقدر أشبك ترايبود أو ستاند أو ألزق الكاميرا، لازم أعمل ماونتينج للكاميرا على المطرة. فالماونتينج اللي هو استخدام واحدة من هاي الأدوات الخاصة، مثلا زي هذا الملقط، بعدين بنحكي اسمه، بشبكه بشده على الآخر، بعدين بركب الكاميرا الجو برو هنا وبصور الشوت. هاي هي فكرة الماونتينج جير أو إكسسوارات الماونتينج، وفي لها عدة أشكال. اليوم رح نحكي عن 5 من هاي الإكسسوارات من شركة يولنزي. شكرا لشركة يوكام لتزويدي بهاي المعدات ولدعمهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير. خلينا نبلش. قبل ما نحكي عن اكسسوارات الماونتينج، هاي الاكسسوارات بنقدر نشبك عليها كاميرا جو برو او كاميرا صغيره ميرورلس زي الكانون ام 50. بس اذا بدي اشبك تليفوني مثلا، او بقدر اشبك عليها اي اضاءه او مايكروفون فيه مدخل للربع انش البرغي، الربع انش بركب بتلفه هون وبركب عليه. لكن التليفونات كيف بدي اشبكها على هاي الاكسسوارات؟ بدنا نستخدم اشي بنسميه فون هولدر، حامل الهاتف. فخلينا نبلش باول فون هولدر من شركه يولنزي، في منهم كثير لكن اليوم رح نحكي عن 3 بس. نبلش باليولنزي الاس تي 02. الصفر اثنين في صفر واحد، هذا بنصح فيه اي مصور. انا عندي يمكن 4، واحد بشنطة الكاميرا، واحد عندي بالجرار بالاستوديو، واحد بخليه بالشنطة الكبيرة. فهذا انا بستخدمه بس مشان يمسك تليفوني. حديد يمكن يبين الصوت على المايك، هاي حديد كمان، فهاي كلها حديد وجدا متينة وبتصمد، يمكن عمرها 2 اول قطعة جبتها ورهيبة جدا ما بتصدي. هلا شو فكرتها؟ بس انها وسيلة او تعتبر ماونتينج كمان، فيها برغي ربع انش بتشبكه على الترايبود تاعك او المونوبود بغض النظر، بعدين بتشبك تليفونك. فبقدر اشبك التليفون جدا بسيطة وسهلة وقوية ومتينة، هاي هي فكرتها. فبشبك هيك التليفون وبصير جاهز للاستخدام. هلا شو بيختلف عن الصفر واحد؟ فيه مدخل كولد شو من فوق، تقدر تركب عليه اكسسوارات، موجود فيها الكولد شو ماونت، بتلف هون الضوء عليه واستخدم اضاءة او مايكروفون وايرلس مع التليفون بنفس الوقت. فهاي هي فكرة الاس تي 02، مشان تستخدمه تصور بالتليفون براحتك. اذا بدك تصور بالطول بدك تفكه وتركبه، فيه له مداخل ربع انش من الجنب، لكن هذا مش شيء براكتيكال، يعني لازم انا احدد قبل التصوير اذا بدي اصور بالطول او اني امسك الترايبود نفسه بالعرض. طب اذا انا بدي وقت التصوير الف التليفون، هون راح نحتاج الاس تي 06. فهذا فكرته، اول شيء كول تشو ماونت من تحت، مش زي الاس تي 02 يعني بتقدر تركبه على الكاميرا من فوق، وفيه مدخل برغي ربع انش بتقدر تلفه، ونظام تركيب التليفون فيه في كبسه هون، ترفع بعدين بتحط تليفونك وبتظلك كابس في طقات، يعني عبين شد ايدك عبين ما يطق اخر طقه، هيك بثبت التليفون 100%. طب شو بفرق عن الاس تي 02؟ اول شغله انه بتقدر تلف التليفون مباشره وتصور بالطول، يعني هي هلا انا بصور بالعرض بعدين بلفه بصور بالطول، هاي اول شغله. ثاني شغله بتقدر تعمل تلت اب وداون، يعني بقدر اميله لتحت، هاي بالنسبة للاتجاه الإضاءة، أو أميله لفوق. فالتلت أب وداون مش موجودة بالإس تي 02، فهي بتفرق معاك. وفيه مدخلين كول تشو على اليمين وعلى اليسار، يعني بقدر أركب أنا هون ضوء وبقدر اركب هناك ماي، هذول ممتازات جدا، لكن هذا ما بقدر اركب عليه تابلت. فبهاي الحاله رح نحكي عن الفون هولدر الثالث من شركه يولنزي، اللي هو اليو باد مارك 2، شايفينه هذا ما اكبره. هذا فكرته بس لانه للتابلتس او التليفونات الكبيره نحكي، فانت بتقدر تركب عليه التابلت وفيه مدخل ربع انش من تحت وفيه كول تشو ماونت من فوق. طيب يا ليو بقدر استخدم عليه تليفوني؟ بسيط جدا، تقدر تحط التليفون عليه لكن بالطول، بشبكه زي هيك وخلص صار جاهز للاستخدام، بديش سكر على الكاميرا يعني. هلا في اليو باد مارك 3 بس لسه ما وصل للاردن. اليو باد مارك 3 حجمه ما بيكون كثير كبير زي هيك، رح نعمل عنه فيديو اول ما ينزل، بيكون قد الاس تي 06 وبتقدر تفتحه على اوسع ما يمكن حتى تركب عليه التابلت. فالمارك 3 بس يوصل يوكام يبعثوا لي اياه فورا نعمل عنه ريفيو. واتوقع معظمكم شاف عندي بالستوريات انا بستخدم اليو باد مارك 2 كثير، لما اشبك التابلت على كاميرتي عن طريق الواي فاي وبحط التابلت بعمل له ماونتنج على الترايبود باستخدام هذا الملقط، وبحط عليه التابلت وبتفرج من شاشة التابلت لأنها أكبر وأحسن للشغل صراحة. لكن بواجه مشكلة صراحة بحجمه الكبير لما أحطه بالشنطة، بفضل صراحة أني أشتري المارك 3 أول ما ينزل. المارك 3 خلص بيكون صغير، أريح بكثير للشغل صراحة من المارك 2. طلع المارك 2 بغلب بالشنطة ما إله جيبة، يعني بدك تتركه فالت هيك على راسه. نبلش بأول إكسسوارات الماونتينج من شركة يولنزي، ألا وهو اليولنزي R094. هذا فكرته سوبر كلامب، اللي هو بس هاي نحكي الجزء اللي فوق اللي هو السوبر كلامب الملقط، السوبر بتشده على اي اشي على سطح فلات زي سطح المكتب مثلا او الطاولة او اي اشي ماسورة مثلا
اوكي بدك تسكرها عليها، اللي هو ممكن على الستاندات انا بستخدمه كثير على الترايبود لما اصور، فبحطه على رجل الترايبود وبسكر عليه. والجزء الثاني منه اللي هي بنسميها فريكشن ارم، ذراع الاحتكاك، فكرته انه انت بتشدها على الاخر وبتثبت عليها ضوء وخلص بيظل ثابت محله، بتقدر تلفه وتصور فيه او تثبت عليها كاميرا. والفريكشن ارم بفيدني لانه الكلامب لحاله ما بقدر احرك الضوء اغير زاويته زي ما بدي، فصراحة مفيد الفريكشن ارم. او في له اسم ثاني اللي هو الماجيك ارم اذا كان شوي طويل او مكون من جزئين. لكن بالنسبة لسائقين الدراجات البايكرز مرات بيخافوا انه ترخي وتفلت الماجيك ارم وتوقع عن الماسورة او عن الدراجة نفسها. ليش؟ لانه هاي مفتوحة من هون الجهة تطلعوا، فاحتمال انها تسحل او ما بكون شادها كفاية. فبهاي الحالة بدنا ننتقل لماونتينج ثاني اللي هو CM025. هذا شو فكرته؟ حلقة مغلقة مش زي السوبر كلامب، يعني مش ملقط بسكر، هذا حلقة مسكرة تقدر انت تلفها على الستاند البسكليت او الذراع الدراجة الى اخره، وبتقدر انت ترخيه وبرجع بشد فيك. بعمل حلقة مغلقة على الماسورة حتى لو انت كانت مرخية ما راح يفلت ويوقع لانه مسكر على الداير. فهذا بالنسبة للبايكرز يمكن يفيدهم اكثر CM25. هسا هاي بيجي معها قطعتين زيادة غير عن الار 94. الاولى اللي هو مثلا اذا انت عندك الماسورة كانت كثير نحيفة انحف من الفتحة تاعت الارم او هاي الماونتينج الجير، فيها سفنجة بتقدر انت تركبها مشان تضيق الفتحة أكثر، فتقريبا بتصير تسكر على أي إشي بقطر أصبعي تقريبا. صح صحتي أشجان يعطيك العافية. فهاي الاسفنجة وظيفتها إنه تضيق الفتحة مشان تسكر على موسير أضيق. هاي القطعة الأولى اللي بتيجي زيادة بالكرتونة. والقطعة الثانية اللي بتيجي اللي هي الماونتينج الجو برو، إذا أنت بدك تركب جو برو على البرغي الربع إنش اللي هنا فيها بيجي الماونتينج، أو هذا أنت بتقدر تشتري لحاله من شركة يولنزي الماونتينج. إذا أنت عندك كاميرا جو برو فأنت بتقدر تستخدمه تلفه على القاعدة هنا البرغي الربع إنش، بعدين تثبت كاميرتك الجو برو هون عن طريق هذا البرغي وخلص بتصير جاهزة للاستخدام. بالنسبة للأسطح الملساء إن كان قزاز زي شباك السيارة مثلا، أو أسطح معدنية ملساء زي باب السيارة إذا بدك تحط عليه كاميرا بتشوفه شتات لسيارة عم تمشي والكاميرا موجودة على الباب ملزقة كيه، هاي عن طريق الاكسسوار ماونتينج بنسميه سكشن كاب، أو اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو يولنزي SC من سكشن كاب 01. ففي بالكرتونة كيس، هذا الوحيد من الاكسسوارات اللي بيجي معاه شنطة أو كيس ثقيل صراحة، كواليتي عالي. وبيجي السكشن كاب صحيح هنا في قطعتين زياده كيسين زياده، في الجو برو ماونت البرغي الربع انش، وفي فون هولدر بيجي مع نفسه كرتونته بسيط جدا، بس في برغي من ورا اذا بدك تستخدم بالطول او بالعرض. انا صراحه ما بيهمني كثير، راح استخدم اليولنزي ST06. ففكره السكشن كاب اللي هو بثبت على اسطح ملساء زي هيك مثلا ان كان اكريليك قزاز اي شيء لكن املس او حتى معدن، بتثبته عليه تكبسه زي هيك. هلا الزياده فيه هاي الذراع اللي هون فكرتها انه تشفط الهواء من جوا فمشان تزيد قوه الامتصاص، فبتكبس اكثر من مره عبين ما يشفط الهواء اللي موجود جوا، بتضلك تكبسها عبين ما تحس خلص انه بطل فيه هواء، يعني بطل انه يشفط إشي، بطلت الذراع تطلع من محلها. بس هذا مخصص للتليفونات مشان هيك بيجي معاه الفون هولدر بكرتونته او لكاميرات الجو برو. في شغلتين بس زياده بدي احكي عنهم في السكشن كاب، انه فيه مدخل لبرغي ربع انش 1 و2 و3 و4 على وجه من فوق، وغير هيك مشان تشيله من مكانه بدك تضغط بشكل قوي جدا على نفس السكشن كاب ايوه مشان يطلع من الجنب، يعني مكتوب كلمة open على الجوانب، بتكبسه زي هيك يعني زي pinch بتقرصه مشان يدخل هواء وخلص بفلت. اذا دخل الهواء على السكشن كاب خلص بفلت ببطل ملزق. نحكي هنا عن الماونتينج الخاص بالموديل نفسه اذا بدك تركب الكاميرا على راسك او على جسمك، وهي شتات كثير بتشوفوها اللي هو اليولنزي MP2. هون بيجي باكيجين بالكرتونه، كيس فيه البادي سوت او الاحزمه اللي بتنحط على الجسم، والكيس الثاني اللي هو الهيد باند اذا بدك تركب الكاميرا او التليفون على راسك. خلينا نبلش بالهيد باند، هي كثير بسيطه انا اتوقع معظمكم شافها. بيجي بنفس الكيس فيه الفون هولدر، هي نفسه بيجي مع الفون هولدر، وبيجي معها كمان ادابتر بركب عليه البرغي ربع انش، فبتقدر انت تثبت التليفون عليه. هاي بدي ارفعها مشان افتح مجال للتليفون، بشد هاي وبصير هيك جاهز للاستخدام زي ما هي ربطة. بتقدر انت توسعها من الاحزمة اللي عليها او تضيقها حسب، انا هيك بدي اوسعها وتحطها على راسك، وبشد البرغي مشان يثبت التليفون زي هيك، وببلش اصور. بجرب احرك زي هيك، ثابت والله منيح. ايش رايك اشجان؟ يا حرام من ايش تعبانه انت يعني. هذا بالنسبه للهيد باند، شو اللي بيجي معاه الفون هولدر من الكيس نفسه، بس ما بتقدر تعمل روتيت، فانت اذا بدك تصور بالطول اصلا اظن صعب كثير، اذا بدك تصور بالطول راح تحتاج اليولنزي 06.
مشان تثبته، او انه تستخدم كاميرا جو برو. هاي اتوقع الهيد باند راح تفيد اللي بيشتغلوا بالحرف المهنيه، يعني اذا انت نجار او حداد او بتعمل اشياء مكتبيه بترسم، اتوقع هاي الهيد باند هي راح تفيدك. البادي باند فكرتها انه اتوقع للرياضيين اكثر، اذا انت طالع على دراجه ولابس خوذه هذا اولا، فما بتقدر تحط الفون هولدر عليه، او ثانيا عم تتحرك كثير وراسك عم بهز بغض النظر عن الرياضه اللي بتلعبها، فبدك تثبت الكاميرا على جسمك، فهاي بتلبسها زي الاحزمه بتحطها على جسمك وبتثبتها. بالنسبه للماونت اللي بيجي معها، هاي غريبه شوي، هذا نفس الماونت اللي بيجي مع الجو برو، نفس الكليب بتاعها اللي هو طريقه الكبس، بتيجي زي هيك سحب من تحت وبتكبسه لفوق خلص بصير ثابت. فهاي هي الاكسسوارات الخاصه اذا بدك تثبت تليفونك او الجو برو. هلا في اكسسوار بدي احكي عنه بس ما له دخل باي سيستم، بس ما عرفت احطه باي واحد من هاي الفيديوهات، اللي هو الدكت تيب من شركة يولنزي. هم عم بيعملوا دكت تيب محل ما بيلزق، يعني اذا انا جبت اشي الزقه بس اجي الزقه وبعدين اشيله، ما بترك وراه رزجو. ايش معنى رزجو بالعربي؟ الصمغ، الصمغ تاعه ما بيضل وراه، ما بيعلم محله. فهاي اول نقطة. ثاني نقطة اللي هو هاي اللي بتهمنا كمصورين للكتابة، وخصوصا على الكلابر او على السليت تقدر انت تكتب عليها. بس اشجان لو سمحتي بدنا نطلع قلم ماركر، لو سمحتي بس بدنا غلب. ففكرته بنقدر نكتب عليه مثلا سين الفا مثلا تيك 3 الى اخره، بتكتب شو ما بدك، بس تخلص بتشيلها وبتبدلها، ما بيضل اشي معلم محلها. فهي اكثر اشي راح تفيدنا، مش بس لهون يعني، حتى عندي التيوب هون انا بكتب على اضاءاتي هون حرف سي، انه هذا التيوب سي. ليش؟ مشان لما استخدم الريموت انه بدور على سي وبطفيه. فانا معلم كل الاضاءات عندي، التيوب هذا الفيل لايت دي، الكي لايت عندي اي، الباك جراوند لايت مرات بسميه بي او اي حسب، فهيك بريح حالي. وموجود اكثر من لون، الاسود بده ماركر ابيض صراحه مشان يبين، فانا اتوقع يوكام راح اشتري منكم الاحمر. الاحمر طبعا البراند تاعي، الاحمر والابيض كثير راح يفيدوني لما استخدمهم لما اكتب على معداتي او حتى على الشنتات. يعني اتوقع في شنتين باينه على الكاميرا ورا، فعندي انا مثلا شنطه الدي جي اي رونن بكتب عليها، بس اطلعوا انا بستخدم سكوتش تيب عم بقبع، يعني هي مبين، فبقدر اجرب استخدم مثلا. حلو لو التزم هيك بالبراند استخدم الدكت تيب اللي هون. الحلو انه بدون مقص ولا شيء، هي فكره الدكت تيب، بلزقه هون وبكتب عليه وبنشف. هلا انا بستخدم بيرمننت ماركر، ما بعرف اذا الوايت بورد بزبط عليه، بس اظن الوايت بورد لا بنمسح، بس هذا خلص هيو نشف وببطل يروح. فهي كمان الفائده منه، مالك صحصحتي. بكل الاحوال يعطيكم العافيه حبايبي، اذا عندكم اي اسئله او استفسارات او معدات بتحبوا نشرح عنها بالفيديوهات الجايه، تقدروا تبعثوا لي على حسابي الفيسبوك او الانستغرام @leo.hamati، او بتقدروا تبعثوا ليوكام على نفس حسابهم على الانستغرام والفيسبوك yucam.jo او yucam.jo. تذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه، وتذكروا اهلنا في غزه، الاباده لساتها مستمره بعد 6 اشهر.